اللي هم الثلاث دروس والمصطلحات والمراجع والاختبار. هنقسم الوقت بتاعنا، انا عندي بعد ال5 ثواني هنا ابدا احط الموضوع الاول، فتعالى معايا نيجي هنا نحط ليبل صغير للموضوع الاول، وليكن شكله هيكون كده. نيجي هنا بعد الثانية ال5، شوف انا بسحب فبيجي لي خط اصفر بيعمل لي كده زي محاذاه مع الجروب، الجروب بنهايته 5 ثواني فده بادئ من هنا، فانا اجي اشوف برضو التوقيت بتاع الدرس ده هيبقى 5 ثواني برضو. لا هم 3 دروس، 3 دروس ممكن على اخلي كل واحد 10 يعني. ظهور درس مكونات الكمبيوتر يكون معايا كعنوان يكون 10 ثواني، العنوان كده ظاهر معايا فوق، فانا ممكن اعمل كليك يمين كده واختار التوقيت واخليه 10 ثواني، فيبقى كده في 10 ثواني هنا، 10 ثواني وانا اكتب العنوان، يعني اكتب العنوان هنا بتكلم فيه عن مكونات الكمبيوتر، احط بقى فيديو، احط كتابة، احط صور، احط اللي احطه بقى. هو خلاص العنوان انا كده راضي عنه وظبطته كده بالشكل اللي قدامك دوت، وقدرت تتعامل مع لون الكتابة خليته لون احمر عشان برضو وانت شايفني وانا بغير ده اللون اهو، مع نوع الخط اندلسي، احنا اخدنا نوع الخط امبارح مع نوع الخط اندلسي، هو شكله اندلسي مش قد كده بس يلا، ما فيش فيه بولد، هو فيه هنا في السايز بس تمام. فانا ممكن اختار نوع تانية زي الارابيك، هنا ما فيش فيه بولد برضو، ما هو في بولد في القايمة، في بولد في القايمة بس ما في الستايل لا، والاندلسي ممكن اجيب منه البولد من القايمة بس مش يعني، هو واكل المساحة على الفاضي لانه اخد فراغات في الاندلسي فمش هيليق معانا هنا، في اندلسي تاني ده كويس يعني. كده كمكونات الكمبيوتر ننزل بس سنة لتحت كده. طيب ده 10 ثواني هتظهر كلمة مكونات الكمبيوتر كأني بشرح مكونات الكمبيوتر في 10 ثواني، كأني هقول في ملف الصوت طبعا تعملها دقيقة، تعملها 2، تعملها 3. فأنا هنا عندي ده الموضوع الأول. الموضوع الثاني ممكن أنا آجي آخد كوبي من دي عشان أريح نفسي وأعمل لها بيست، فهيتحط في مفتاح تنقل 2 اللي هو كان بيتكلم عن إيه؟ لو تتذكر المكونات الخارجية، فأنا ممكن آجي بس آخد كلمة المكونات الخارجية بس دي جوه الجروب، أنا كده لازم دخلت جوه الجروب ماشي، وتقفل الجروب تاني دبل كليك عليها بس تفتح الجروب اوتوماتيك، وتيجي هنا عند الكلمه دي تكتب بقى مش مكونات الكمبيوتر، تكتب المكونات الخارجيه، طبعا يفضل اكتبها بايدي عشان ما اضيعش التنسيق، المكونات الخارجيه كده. انا حددت اماكن ومده درسين، وانت بتصمم في درسك انت هتعمل فيديو مش دقيقه، انت اخد مثلا في التصميم بتاعك هتعمل فيديو 10 دقائق، فيبقى الوقت بتاع مكونات الكمبيوتر دقيقتين، دقيقتين يعني 120 ثانية. طب تعالى اختبر معاك حاجة، هختبر معاك في الموضوع الثالث لما اعمل دبليكيت بس، واخد في الموضوع الثالث فين هو ده الموضوع الثالث ده، يبقى بعد الموضوع الثاني على طول كده اهو، ده الموضوع زر التنقل مفتاح تنقل 3، ده الموضوع الثالث اللي هو المكونات ايه؟ المكونات الداخلية، ولا كان وحدات الإدخال والإخراج، عايزين نبص كده برضه عشان لا المكونات الداخلية، المكونات الخارجية والمكونات الداخلية تمام. فده هنا ممكن أخد بقى تراك بتاع 3 ده أنزله تحت الموف تراك أخليه داون، أو أرفع واحد فوق موف يبقى أب، وأنزل لهم بقى 3 بدل ما أطلع واحد واثنين انزل 3 لوحده اسهل، موف داون 3، موف داون 3، موف داون 3، موف داون 3. فانا عندي موضوع اول تاني تالت، موضوع اول تاني تالت، والخلفيه ثابته مع كل المواضيع،
الموضوع ده يختفي، الموضوع ده يظهر، وهكذا. تعال نبص بصة كده سريعة، ادي قائمة المحتويات لمدة 5 ثواني. انت تكون قررت، يكون الطالب قرر، تظهر مكونات الكمبيوتر لمدة 10 ثواني. انا في خطتي هتكلم كلمتين ثلاثة عنها بس، ده اختصارا لوقتكم انتم. انت وانت بتشتغل الدقيقة بتاعتي خليها نص ساعة، يعني كل واحد حر. انا بس عشان بدي مثال المكونات عنها بكلمتين بسيط جدا، المكونات الداخلية برضو اللي جيت دي اتكلم عنها كلمتين برضو بسيط جدا. وانا كده وصلت للثانية كام؟ 35 اكيد، بس كده، لان في 5 ثواني قدام، 5 ثواني لقائمة المحتويات. طيب انا هنا عايز اجي احط له ايه وفق الترتيب بتاعي؟ احط له المصطلحات، فممكن احط له المصطلحات يقراها او تتعرض عليه. ممكن المصطلحات احطها له برضه في 10 ثواني تانيين، تمام؟ بدل ما احط له المراجع دي احط له الخلاصه. يعني احط له هنا بقى مراجع ليه؟ طب ما انا مضطر احط له الخلاصه، واحط له المراجع كده من غير ربط، الخلاصه لو الطالب عايز يروح للخلاصه. فانا كده بقى عندي موضوع باسم الخلاصه اللي هو الموضوع السادس او الاخير. فانت ممكن بس مفتاح تنقل واحد، انا يعني ممكن اسميه مكونات الكمبيوتر، اسميه باسمه بقى، شرح مكونات الكمبيوتر. وممكن على فكره الشروح دي كلها اكون انا احسن من كده، تيجي على تراك واحد واسمه هو المحتوى. لان من الطبيعي ان مفيش مشكله، هو انا ليه مقسم التقسيمه دي ومكتر تراكاتي؟ ليه مقسمها ومكتر تراكاتي؟ فانا ممكن اجيب دي هنا واجيب دي هنا واجيب دي هنا، فيها مشكله؟ سوري، واجيب دي هنا فيها مشكله؟ لا، هيتعرض بنفس الكيفيه. طب لو واحد عمل عامله دي الجروب، ده الجروب بتاعي، لو واحد عمل عامله دي التراكات بتاعتي كله ورا بعضه، وسميش عنوان بقى قائمه، ده المحتوى، المحتوى كامل بالترتيب كامل اهو. طب لو واحد بقى راح يلغي التراك ده، مفتاح تنقل 6، عمل له ريموف، هل هيأثر على المفتاح نفسه؟ ده اللي هنشوفه مع بعض. هنعمل ريموف تراك، خلاص انا جمعتهم في جروب، انتهت. تعال نلغي بقى التراكات الزياده اللي ملهاش لازمه دي، ما انا اسستهم في تراك واحد عشان اضمن ان هم يظهروا سوا. جمعتهم في جروب عشان اضمن ان هم يظهروا سوا. في الاصل كل واحد فيهم في تراك، بس التراكات دي اتاخدت وعمل الجروب، دي مش التراكات الاصليه، دي تراكات جديده بديله. ريموف تراك، طب انا بلغي التراكات بس من جوه هنا، لو انت فتحت ده هتلاقي تراك واحد موجود واثنين موجود وثلاثه موجود واربعه وخمسه وسته موجود، كله موجود، لان مش دي التراكات دي. لما انا جمعت الجروب عمل لي تراكات جديده بره بنفس الاسامي لو انا كنت محتاجها، ولكن انا مش محتاج الكلام ده، كله يجي على تراك واحد ورا بعضه. هل يجوز؟ يجوز، يجوز كل حاجه في تراك، يجوز، انت نظم بطريقتك. بس انا شايف يعني ان هما المحتوى المكتوب يجي ورا بعضه مره واحده توفيرا في المساحه. يعني انا هعمل ايه بكل ده؟ ما دامت الهدف، الهدف ان انا كنت اعمل اهو خلاص كله بقى تراكين، ريموف تراك، بس انا عندي تراكين، تراك للخلفيه اهو وتراك للمحتوى. انا عندي تراكين. طب جوه التراك بتاع المحتوى ده لو انا فتحته، فتحت الزائد، هجد عندي كام تراك؟ هجد عندي 7 تراكات اللي هي العناصر اللي موجودة عندي في التجميعة دي. ده جميل، ده جميل. اللي بيتشرح برضو النهاردة ما اتشرحش في الدورات السابقة ابدا. يعني ده احنا كل دورات الكامتاسيا اللي فاتت اللي اتشرح امبارح لم يشرح سابقا، واللي بيتشرح النهاردة لم يشرح سابقا. في اساسيات بتتقال، ولكن في مهارات اتاخدت امبارح ما اتاخدتش قبل كده، خاصة موضوع الربط ما بين البرامج. وفي مهارة دلوقتي زي بتاعة الجروب دي لم تشرح سابقا، فناخد بالنا منها. طب خلاص انا كده عرضت المحتوى بتاعي ووصلت هنا لايه؟ للمكونات. بيليها موضوع المصطلحات، فانا سهل جدا ان انا اخد كوبي من هنا مثلا، ممكن اخد كوبي مش دوبليكيت، واجي هنا اعمل على نفس التراك ده بيست. خلاص 10 ثواني برضو واتكلم فيها عن المصطلحات.